بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنكمل معاكم موضوع الشبر باذن الله. ده السكشن بتاع الاسبوع العاشر. هنشرح في النهارده باذن الله النوع الثاني من الشبر كونفرتر اللي هو اسمه البوست شبر. زي ما قلنا المره اللي فاتت شرحنا فيديوهين عن ايه، عن الباكت شبر، وقلنا باذن الله اللي ياخد الباكت شبر ويذاكره مش هلاقي اي مشكله باذن الله في البوست شوبر وفي الباكت بوست شوبر. تمام. هل اللي عملناه المره اللي فاتت هنعمله المره دي؟ بالظبط. هنشوف الدايره وبعد كده نطلع الكيرفات منها ازاي، نشوف الكيرف بتاع الاي اس عامل ازاي، والكيرف بتاع الاي ال عامل ازاي، والكيرف بتاع التيار بتاع الدايت عامل ازاي، ونشوف القوانين اللي معانا دي جبناها ازاي من الدايره اللي معانا. خلاص. نبدا كده باذن الله نشوف البوست شوبر. مبدئيا كده قبل ما نبدا اصلا في الدايره او نرسم الدايره ونشوف الشكل بتاعنا، البوست شوبر ده بيعمل ايه؟ الناس لو تفتكر المره اللي فاتت كان في الباكت شوبر قلنا ان هو ايه، الشوبر عامه هو دي سي تو دي سي كونفرتر، صح؟ يعني بيحول من الدي سي للدي سي. طب سؤال، انا قلت لك بيحول من الدي سي للدي سي، تمام. طب انا دلوقتي لو اديت 10 فولت متاح لي ان انا اخده اقل من 10، وده اللي كان بيعمله الباكت شوبر، ومتاح لي ان انا اخده اكتر من 10، وده اللي كان بيعمله لي ايه، البوست شوبر. تبقى البوست شوبر في الحاله دي انا بدخل له فولت دي سي بيطلع لي فولت دي سي بس اعلى منه. خلاص. طب في الحاله دي كانه بيشتغل ستيب اب شوبر. تمام. تمام. نبدا باذن الله كده نشوف البوست شوبر اللي هو باذن الله في السكشن ده او في الفيديو ده. هنعمل ايه؟ هنشرح المساله رقم 2 اللي هي بتتكلم عن البوست شوبر. لو تلاحظوا ان انا دلوقتي مساله زي كده هي نفسها المساله اللي فاتت بالظبط، بس باختلاف ايه، مع اختلاف بسيط في الارقام ونفس المطالب بتاعتي. خلاص. نبدا كده نشوف باذن الله الايه، البوست شوبر والقوانين بتاعته والدايره والكيرفات. تمام. الدايره بتاعته بالمنظر ده، انا في الحاله دي معايا اهو الايه، معايا الاي اس، وبعد كده انا دلوقتي في الدايره دي معايا ايه، معايا البطاريه، وبعد كده مطلع لي الاي اس، وعندي كويل بيمر فيه الاي ال، وبعد كده عندي الدايت اهو، وبعد كده عندي كاباستور هنا، وعندي الايه، وعندي لود. خلاص. معلش هو ممكن ما يكونش ظاهر هنا، بس هنا بعد الكاباستور في هنا ايه، في هنا لود. خلاص. نبدا كده نشوف. انا بالنسبه لي قلت لك ايه، قلت لك انا عندي حالتين او التو كونديشن، الكونديشن هو يكون اون والكونديشن الثاني يكون ايه، يكون اوف. خلاص. قبل بس ما نبدا، في شويه قوانين هتكون متكرره في البوست زيها زي الباك بالظبط. خلاص. بس دي بتبقى حاجات عامه، يعني حاجات عامه على كل ايه، الانواع بتاعه الشوبر، اللي هي ايه، ان التي كابيتال بتساوي ايه، التي 1 زائد التي 2، وقلنا ان التي 1 هي ايه، هي الوقت اللي بيكون فيه اون، والتي 2 هو الوقت اللي بيكون فيه اوف. خلاص. والتي كابيتال هي نفسها الواحد على الفريكوانس، مقلوب الفريكوانس. تمام. تمام. تبقى في ده كده عندي قانون. خلاص. عندي الكي اللي هي الديوتي سايكل، خلاص، اللي هو اول قانون خالص. الكي اللي هي الديوتي سايكل دي بتساوي التي 1 على التي كابيتال، التي 1 هو الزمن اللي بيكون فيه اون، والتي كابيتال هو الزمن الكلي. خلاص. وقلنا ان الكي دايما بتكون ايه، بتكون اقل من الواحد. تبقى الكي اللي هي الديوتي سايكل بتساوي التي 1 على التي كابيتال. خلاص. ده اول قانون. القانون الثاني ان التي كابيتال بتساوي التي 1 زائد التي 2 اللي هي بتساوي الواحد على الفريكوانسي. خلاص. نبدا بقى نشوف في الاون كونديشن وفي الايه، في الاوف كونديشن. انا في الاون كونديشن هيكون عندي ايه، الترانزستور ده كده بيكون شورت سيركت. خلاص. طب انا دلوقتي لما يكون هو اون هيكون شورت سيركت، يعني هيبقى عامل ازاي، هيكون قافل على اللي بعده، صح؟ طب في الحاله دي الدايره عندي بقت عامله ازاي، بقى عندي البطاريه بس والكويل اللي معاها سيريز. خلاص. وبعد كده بقى ايه، الباقي شورت سيركت. خلاص. طب في الحاله دي لما اجي اجيب الايه، المعادله بتاعه الفولت، ايه اللي هيحصل او هتبقى ازاي؟ هتبقى الاي بتساوي ايه، تبقى الفولت اللي
بتاع البطارية ده هيساوي الفولت اللي على الايه، على الايه، على الكويل، تبقى الايه هتساوي ال دي اي باي دي تي. خلاص زي ما عملنا في الباك هنعمل هنا بالظبط. خلاص هنقسم على ال في الطرفين، تبقى الاي على ال هيساوي الدي اي على الايه، على الدي تي. خلاص بعد كده نعمل فصل متغيرات، تبقى الاي على ال في الدي تي هيساوي الدي اي. خلاص بعد كده نعمل انتجريشن، تبقى الايه الدي اي بتساوي الاي على ال في الايه في التي. طب هنا بقى التي 1 ولا التي 2؟ هتبقى التي 1 عشان انا في الان كونديشن. خلاص تمام. بالنسبه للايه، وده القانون الثالث مبدئيا كده، بس عاوزين نشوف ايه. انا هنا بس عندي 3 كيرفات مش 4. خلاص اول حاجه لما ادي التيار للجيت، وبعد كده ايه تبقى في الاون كونديشن اللي هو في التي 1، انا عندي تيار اهو خلاص اللي هو اول كيرف عندي خالص. خلاص ده تيار الجيت، لما يكون في الاون كونديشن تبقى انا ايه معايا التيار هنا خلاص، تبقى في شورت سيركت، وتبقى ده ايه ده شغال. خلاص تمام. طب وفي الاوف كونديشن هيكون ايه؟ هيكون زيرو، هيكون اوبن سيركت. نيجي بقى هنا لايه بعد كده، لو الناس تلاحظ ان التيار اللي طالع من البطارية اسمه اي اس. تمام. طب الاي اس ده مش هو نفس التيار اللي هيمر في الاي ال؟ مش هو نفس التيار اللي هيمر في الايه في الكويل ده؟ تبقى الاي اس في الحالة دي هتساوي الايه، هتساوي الاي ال. تعال بقى نشوف الكيرف التاني، حتى هتلاقي الكيرف التاني مكتوب عليه ايه، اي ال بيساوي الاي اس. نشوف بقى بيعمل ايه. انا دلوقتي في الاون كونديشن ايه اللي بيحصل عندي؟ طب انا دلوقتي مش البطاريه دي بتطلع لي تيار، التيار ده بيشحن الكويل ده بالظبط كده، تبقى التيار هيبدا يزيد عندي من اي مينيمم لحد الايه، لاي الاي ماكس. خلاص تمام قوي. طب انا دلوقتي تعالى بقى في الكيرف التالت، انا لسه في الاون كونديشن خلاص، عشان تبقى الناس تكون مركزه كده. انا دلوقتي بالنسبه لي هنا انا خلاص لما يكون ده شورت سيركت، خلاص الترانزستور ده هيكون شورت سيركت، في الحاله دي هو قفل على كل اللي بعده صح. تبقى في الحاله دي في تيار هيمر في الدايود اطلاق، مفيش تيار هيمر في الدايود خلاص. تبقى في الحاله دي التيار هتبقى بتاع الدايود ايه، او التيار اللي هيمر في الايه في البرانش اللي فيه الدايود ايه، زيرو. خلاص ده كده انا في الايه في الاون كونديشن. نيجي بقى في الاوف كونديشن، خلاص تبقى الجيت دي هتبقى بزيرو خلاص. تبقى في الحاله دي هتبقى اوبن سيركت. لما يكون الترانزستور ده اوبن سيركت، يبقى في الحاله دي الاي او البطاريه هتطلع لي تيار الاي اس اللي هيمر معايا في الاي ال، وبعد كده يدخل على الدايت، ومعايا كاباستر، ومعايا الاي، ومعايا اللود. تمام. نيجي بقى في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيكون التيار اللي ماشي هنا ايه، هيكون اوبن سيركت خلاص، التيار الترانزستور ده خلاص بقى بزيرو، الجيت هتبقى عندي بزيرو. ده اللي هو الكيرف الاولاني. طب في الكيرف الثاني، طب ما في الحاله دي مش الكويل ده اتشحن، هيبدا خلاص بقى يفرق. طب في الحاله دي هيقل من الاي ماكسيمم للايه، للاي مينيمم خلاص. طب وفي الحاله دي مش الدايود البرانش بتاعه ده هيمر في تيار، هيمر ايه في التيار اللي هتبقى جاي منين، من الايه، من الكويل خلاص. حتى هتلاقيه نفس الايه، ماشي بنفس الايه السيكونس بتاع الايه، بتاع تيار الكويل خلاص. تبقى في الحاله دي ده كده شرح الكيرف اللي فين، اللي هو دلوقتي بتاع الكيرف الاولاني والكيرف الثاني والكيرف الثالث خلاص، اللي هما تحت الرسم. تعال بقى نشوف الاوف كونديشن المعادله بتاعتها هتكون عامله ازاي. انا قلت في الاوف كونديشن هيكون الترانزستور ده ايه، اوبن سيركت. في الحاله دي هيكون معايا بطاريه بتطلع الاي اس، وبعد كده الاي اس ده بتمر في الكويل اي ال، وبعد كده عندي دايود وكاباستور وايه في الار خلاص. تمام. تبقى دلوقتي الفولت اللي على الار ده اسمه في خلاص. تبقى البطارية الفولت اللي فيها او الفولت اللي عليها هيساوي الفولت اللي على الكويل زائد الفولت اللي ايه اللي على الار، اللي هو اللي على البرانشات الايه البرانش. تبقى الاي هيساوي ال دي اي باي دي تي زائد الفولت اللي ايه على الاوت خلاص. تبقى الاي ناقص الفي هيساوي ال دي اي باي دي تي، نقسم على ال في الطرفين، تبقى الاي ناقص الفي على ال هيساوي دي اي باي دي تي خلاص. تبقى الدي اي هتساوي الاي ناقص الفي على ال في الايه في التي 2 خلاص، بعد ما عملنا فصل متغيرات، وبعد ما عملنا ايه انتجريشن للطرفين خلاص. تمام. ودي المعادله رقم ايه، 3 دبل داش خلاص. تمام كده. بعد كده اخد الدلتا اي دي، وبعد كده ايه هروح اعوض في المعادله اللي قبل كده اللي هي رقم 3. في الاخر هيطلع لي ايه، ان الفولت هيساوي ايه
ال e في 1/1 ال k، تمام؟ الناس لو تفتكر المرة اللي فاتت في الباك ان ال k اللي هي الديوتي سايكل كان بتساوي ال v على ال a على ال e، صح؟ عشان كده وال k كانت ايه؟ اقل من الواحد. نيجي هنا بقى، الفولت عندي اللي هي المعادلة رقم 4 بيساوي ال e اللي هو الايه؟ الفولت الانبوت في 1/1 ال k. طب دلوقتي الفولت الاوت بوت ده هيطلع اكتر من الاي وهيطلع اكتر من الاي، تعال نشوف ازاي. مش الكي دي اقل من الواحد؟ هقول لك اهو. طب انا دلوقتي لسه في المقام، طب الواحد ناقص رقم اقل من الواحد هيطلع لي ايه؟ رقم اقل من الواحد. يعني مثلا الواحد ناقص نص هيطلع لي نص، خلاص. طب انا دلوقتي لما اقسم واحد على نص كأني ضربت فين؟ في 2، خلاص، فتطلع لي تبقى ال v كأنها ضعف ال e وهكذا، خلاص. ده كده بالنسبة لإيه؟ للقانون رقم 4. وبعد كده نعمل تاني القانون اللي بعد كده اللي هو ايه؟ ال energy conservation. بعد كده هنساوي ال power input بتساوي ال power output، وبعد كده تبقى ال power input اللي هي الفولت اللي على البطارية في ال i اللي هتطلع من البطارية اللي هي ال is هتساوي ال b output اللي هو الفولت اللي على ال output اللي على ال r في ال ir، تبقى ال e في ال i average هيساوي ايه؟ او الاي في الاي اس هيساوي الفي في الاي ار، خلاص. وبعد كده هيطلع الايه؟ وبعد كده تطلع لي الاي افريج. هناك كانت الاي افريج بيساوي الاي ار، خلاص. ما تنساش ان هناك كان الكي بتساوي الفي على الاي، لكن هنا الفي هي اللي بتساوي الاي في 1/1 الكي. هناك كانت الاي افريج بتساوي الاي ار، لكن هنا الاي افريج هتساوي 1/1 الكي في الاي ار، خلاص. هي هنا هتختلف ليه؟ لان هنا الفي بتساوي الاي في 1/1 الكي، لكن هناك كانت الفي بتساوي الاي في الكي، خلاص. تبقى هنا ايه؟ الاي افريج بتساوي 1/1 الكي في الاي ار، خلاص. ده المعادله رقم 5. المعادله رقم 6 هي نفسها متساويه. نروح نشوف من الكيرف التاني اللي هو الكيرف بتاع ال i l اللي هو بيساوي ال i s. هتلاقي ال i minimum بتساوي ال i average ناقص الدلتا i على 2، وال i maximum بتساوي ال i average زائد الدلتا i على 2، تمام؟ تمام. بعد كده الكاباستور ده قلل الريبل، خلاص. عند القانون في الاخر هيطلع لي ايه في الحالة دي؟ القانون اللي هو رقم 8 اللي هيساوي C في الدلتا V هيساوي التيار ال IC في التيتو، خلاص. والقانون بتاع ال I average او ال I اللي هيمر في الدايود، ال I بتاع الدايود، خلاص، مش ال I average، لا، ال I اللي هيمر في الدايود هيساوي ال I average في T2 على ال TA على ال T cap، خلاص، تمام. كده بإذن الله ده بالنسبة لشرح القوانين والكيرف بتاع والدايرة بتاع الباك بوست بتاع